بين النادي الرياضي صفاقسي والنجم الساحلي. فريقين حقوا الانتصار في الجولة الافتتاحية، ولقاء طيب المهيري باش يكون للتأكيد وتدعيم العلاقة المتينة بين المدرستين. سي رضا وسي لطفي، العلاقات حلوة بين سي سيس وليتوال. والله احنا علاقة بيني وبين سي لطفي علاقة قديمة ومتاع أخوة ومتاع صداقة. وبالنسبة للنجم ونادي صفاقسي علاقة كما قلت قديمة ومدعمة، وفما كان الأخوة والمحبة، وفما كان نحبوا الحاجة الباهية لبعضنا. هو كلام وفعل، ما سي رضا تعرف ما يجاملش ومعروف عليه، وناس ورجال ليتوال ديما وعلاقتهم مع رجال نادي صفاقسي والعائلة الموسعة للنجم الساحلي، والحمد لله معناتها مش من توا هذه معناتها متواصلة، وإن شاء الله نزيدوا ندعموها ونكونوا معناتها ديما نبنيوا حاجة جديدة بعد هالثورة هذه. لابد أن نفهموا الناس اللي الكرة راهي تتلعب على الميدان وتتلعب في 90 دقيقة. ظل في آخر لحظة 2000 متفرج و2000 تذكرة. صحيح، هو بالرغم منه عدد قليل، لكن تعرف جماهير نادي صفاقسي أهم برشا من العدد هذا، لكن إن شاء الله هذه مرحلة الأولى، إن شاء الله معناتها في قريب العاجل نرجعوا حتى أكثر ونرجعوا للعدد اللي تعودنا به الناس كل شيء. ربع ساعة الأول للقاء بحث فيه كل مدرب على تعبئة وسط الميدان مع توخي الحذر الدفاعي، وهو ما غيب فرص التسجيل من الجهتين، إلى أن حلت الدقيقة 19 مرة أخرى كرة في وسط الميدان، فخر الدين بن يوسف يحاول المراوغة، وعلي البريقي اللي يلعب مباراته الأولى كأساسي يفتك الكرة ويصوب من بعد 35 متر تقريبا ليغالة رامي جريدي ويسجل هدف جميل. الحارس رامي جريدي ويفتتح النتيجة لصالح النجم الرياضي الساحلي، أمامنا إعادة لهدف أول في توقيت 20 دقيقة لعب عن طريق اللعب اللي تم اقحام باتجاه موسى مازو. دول النيجر موسى مازو شكل خطورة واضحة على يمين الهجوم في كل مرة يتحرك فيه، ورد النادي الرياضي صفاقسي يتأخر نسبيا، وأول محاولة جدية للتسجيل جات في الدقيقة 29 لما حاول طه ياسين الخنيسي ومباغة الحارس المثلوثي، لكن في السي اس اس بدا يسخن كل ما اقتربنا من نهاية الشوط. الضغط الكبير اللي فرضه زملاء ديدي ليبري على المنافس، وبالفعل مع حلول دقيقة 44 كرة تخدم بشكل جيد مهاجمين نادي الرياضي صفاقسي. البرقاوي المنصر بيدوره في اتجاه فخر الدين بن يوسف، طريقة فنية حذر بالراس، وطه ياسين الخنيسي في المتابعة على الطائر يسكن الكرة في شباك المثلوثي ويعادل النتيجة، وهو الهدف الثالث ليه بعد ثنائيته ضد الاتحاد المنستيري. طه ياسين الخنيسي ما يخليش الفرصة للحارس طبعا بلبولي، شوفوا اللقطة الفنية متى منصر ثم الرأسية وتتغير المعطيات. ثالث هدف في ظرف معناها أسبوع، هدف اليوم كيفاش كان؟ لا يظهر لي سنتراج من تشيك مدها الروج، روج ضربها بالراس جاتني ماركيت الحمد لله. ثم شكون اللي قام بدوره كما يلزم، وثم اللي ما دخلش في المقابلة. ما نعرفش فخر الدين بتاتر يلعب بعيد شوية على الكاج، ما لقيته ماهوش كما العادة، فهمت، فاتح ديما يقال اليوم عمل ميتون ممتاز، سي ليكسبيريونس لي كاليتي تكنيك اوسي. بالنسبة للنجم الساحلي بالعيد زاد كيف كيف مالغري يلعب في بوست مش بوستو، مي قاعد يقوم مقابلة طيبة. بلبولي زاد معناتها قاعد واقف بالبداية يسير في اصحابه من التالي. بعد التعديل اقترب الصفاقسي من افتكاك الاسبقيه اثر هجوم في ليبري، تصيبته الارضيه كانت تغارت المثلوثي. الفريق المحلي استهل الشوط الثاني فرصه خطيره عن طريق صاحب هدف التعادل الخنيسي في فتره شهدت سيطره مطلقه لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، اللي حاول المرور من الأروقة عن طريق ديدي ليبري اللي ملقاش صعوبة في تجاوز أيمن بالعيد، لكن تسديده تخطئ المرمى. وكذلك النشيط من اليسار فخر الدين بن يوسف اللي وفر كرات عديدة في اتجاه الخنيسي. النجم يتحرك انطلاقا من دقيقة 74 عن طريق موسى مازو، لكن الجزيري ما يستغلش مجهود زميله ويفوت الفرصة، ونفس اللاعب مازو أفضل عنصر في صفوف النجم يوزع والكرة ترجع من القائم خالد يحيى في المتابعة، وكانت تترجم إلى هدف ثاني لما لعب بلال بن مسعود كرة خطيرة في ظهر الدفاع، والأسعد الجزيري مرة أخرى يفوت أخطر فرصة لاستعادة الأسبقية.
النجم يضيع، وكذلك نادي راضي صفاقس يرد بقوه، حكم يخلي الاسبقيه بعد سقوط الخنيسي، لكن رفيق كابو يسدد بجانب المرمى لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي بين الفريقين. اليوم شفنا مقابلة محترمة برشا على مستوى النسق، على مستوى خاصة الفرص المتاحة للفريقين. جينا نسوسة صدقني بتفكير اللي باش نلعبوا على 3 نقاط باش نحاولوا نربحوا، وشفتوا اللي كون المبادرة كانت من نجم راضي الصيح اللي تقريبا 30 دقيقة الأولى لعبنا عاليين، لعبنا في المناطق نتاعهم وضغطنا لفوق، الكرة دارت مليح حتى في آخر مقابلة جاونا زوز كور اللي كنا نجموا نستفادوا منهم أكثر. نعتبر اليوم خسرنا زوز نقاط، كنا نجموا نفوزوا خاصة في آخر المقابلة، جاتنا العديد من الفرص، عدينا الشوط الثاني في مستوى طيب لكن جاتنا العديد من الفرص وضيعناه. مانيش فرحان كنا مانيش فرحانين بالتعادل هذايا. دكتور، إصابة فرانكوم لاباس ولا؟ عمل كرومب في الكوادريسيبس. بون كتعرف سورتو سي تنسين دو فاتيك مسكولير ومن المستحسن كنا نخرجوه وخرجناه وعوضناه وكوما قلت ربي نورمالمون غدو يترينا روحو عادي ما فيهاش حتى مشكل ان شاء الله. ديما الاخوة هذيك موجودة الحمد لله، هذا خويا الكبير واحد ديما يتعلم منه كل شيء وديما يشجع فيا قبل الماتس الحمد لله، واحد هذاك اللي يربح فيها ديما في التيران واحد الايام ديما. وذيك الشيء قعد في الكوره لي ماتش هذوما سيرتو معناها بين الكلاسيكو معناها يتلعبوا على بتي ديتاي بالرغم جو دي زوكازيون كل الحمد لله معناها خرجنا زوز فرحانين وان شاء الله معناها في الماتشات الجايه واحد يحاولوا نروحوا باللي تروبا نتاعنا. الموسم الرابع على التوالي تكون حصيلة النادي صفاقسي في مباراتين من بداية الموسم 4 نقاط وتعادل رقم 22 من جملة 56 مباراة استضاف خلال النادي صفاقسي النجم الساحلي. قبل ما نمشيو للمباراة خلينا نقدموا تعازينا لعائلة المرحوم رشيد قريبة، قولوا تغمد الله الفقيد رحمته الواسعة ورزقه له وذويه والعائلة الموسعة للنجم الرياضي الساحلي جميل الصبر والسلوان، إن لله إن نقدم تعازينا أيضا للطفل الشاب المرحوم ياسين بالحاج عياد اللي كان توفى نهار 3 في الليل بالمسبح بالمنزه. قولوا ربي صبر عائلته، ربي صبر أم وأبوه، ربي صبر العائلة ككل، إن شاء الله نتفاداو في المستقبل مثل هذه الحوادث خاصة كي تكون الحكاية أطفال مستقبل الرياضة في تونس. نرجع للمباراة سمير، وقلت قامت المباريات انتهت بالتعادل في ملعب طيب نمير بصفاقس 1-1 بين نادي صفاقسي والنجم الساحلي. وقمت الجولة هذه أو فات بوعودها من جميع النواحي بصراحة، بجميع النواحي سواء على مستوى التنافس، على مستوى الفني، على مستوى التكتيكي أو حتى على مستوى الاندفاع البدني. كانت مقابلة شيقة بصراحة وعجبتني. هذه أنه النادي الرياضي صفاقسي في الطريق صحيح، عنده عديد من اللاعبين الشبان، وكذلك نجم الرياضي الساحلي كذلك عنده ملاعبية عندهم يقولوا ملاعبين شبان. المقابلة عجبتني لأنها تلعبت فوق الملعب ولكن كذلك تلعبت على دكة الاحتياط بين كرول وبين منظر الكبير. الكبير قال جيت لصفاقس على 3 نقاط صحيح، لكن في 40 دقيقة الأولى وين ضغط نجم الرياضي الساحلي ولعب عالي بلوك نتاعو لعب الفوق في منطقة نادي الرياضي الصفاقسي حتى دقيقة 40 تقريبا. النجم الرياضي الساحلي كانت عنده أفضلية نوعية عن نادي الرياضي الصفاقسي، ثم بداية من دقيقة 40 تراجع للخلف وغير السيستم نتاعو أو أسلوب اللعب نتاعو ولا يلعب بالمرتدات وكان خطير كذلك. بالنسبة لل 40 دقيقة الأولى كان فما تشابه كبير على مستوى اللعب، يعني 4-2-3-1 تقريبا، الكلوار نتاع صفاقس فيه ليبريا على اليمين ومنصر كيف الجزيري على اليمين، يحيى على اليسار، مازو وأشانتي، يعني نفس تقريبا التفكير نتاع المدربين الاثنين. كرول كيف عدل النتيجة في الشوط الأول في الدوزيام ميتون غير، لكن عجبني في صفاقس أنه اللعب نتاعو على مستوى اللعب السهل الممتنع، صفاقس لعبت مليح سهل الممتنع في الشوط الثاني وضغطت اكثر وتغيرت مجريات المقابله، ولا فريق صفاقس هو اللي يضغط ويصنع اللعب وفريق الاطوال اللي هو يحاول يلعب البلوك التالي ويحاول بالمرتدات يفاجئ دفاع متقدم نتاع نادي ريال صفاقس. هذاك علاش اخترت اليوم 4 لقطات، 2 لصفاقس وكلهم في الشوط الثاني، 2 للنادي الرياضي الصفاقسي فيهم الضغط وفيهم الهجمه المركزه، و2 للنجم الرياضي الساحلي فيهم المرتدات نتاع دوزيام ميتون. نشوفوا اللقطه الاولى تقريبا في دوزيام ميتون، نشوفوا النادي الرياضي الصفاقسي البلوك نتاعو وين، الصعوبه للنجم الرياضي بدايه الشوط الثاني، شوف المنطقه وين النادي الرياضي الصفاقسي اختار انه يلعب بطريقه الضغط العالي، 7 ملاعبيه كاملين من النادي الرياضي الصفاقسي قدام 6 ملاعبيه من النجم الرياضي الساحلي في منطقه
منطقة النجم الرياضي السياحلي، هذا يوضح أنه النادي الرياضي السياحلي بعد واحد واحد لوج على الانتصار ولوج أن يضغط على تشوف الصعوبات اللي يلقاو فيها ملاعبية النجم الرياضي السياحلي للخروج بالكرة ضرر كبير من الملاعبية متاع النادي الرياضي السياحلي. في اللقطة هذه توضح التفكير متاع كرول وسفيقس بصفة عامة أنهم لعبوا المقابلة صحيح على نفس النسق، لكن الشوط الاول لقاو صعوبات لانه النجم الرياضي السياحلي كان متقدم. في الشوط الثاني لقاو اكثر سهوله لانه الاطوال تراجعت للخلف بعد تغيير في دقيقه تقريبا 60. فرجاني سيسي دخل ويلعب باثنين مهاجمين، يوري الاسبري، يوري انه القناعات نتاع المدرب ونتاع الفريق تمشي اكثر القدام. نمشيو للقطه الثانيه اللي تهم النادي الرياضي السفاقسي اللي تجي تقريبا في دقيقه 83 في نهايه المقابله، والنادي الرياضي السفاقسي صعد اكثر في النسق نتاعو ولعب بالهجمه المركزة، تمرير الكرة سهولة، مرونة، فنيات، شوفوا التحركات بين الملاعبية، تدخل الكرة في العمق ترجع للخلف بين الملاعبية. شوف أنا لاعب الحامل الكرة عنده خيارات متعددة، عنده لاعب حل على اليمين حل على اليسار، ولكن الأهم من هذا أنه عنده حل في العمق. تنشوفوا بعد تتقدم الصورة نوعا ما أنه الحل اللي عنده في العمق ولو حلين بوجود اثنين مهاجمين تنوريهم حامل الكرة اللي عنده حلين اثنين ماهوش حل واحد في العمق. وهذا يوضح ويوري الإتاد سبري متاع سفاقس في 83 دقيقة شوفوا هنا الكرة وتكمل بالتسديد من 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 من, من الخلف، معناه يوري انه صفاقس النادي الرياضي الصفاقسي ضغط على النجم الرياضي السياحلي خاصه في الشوط الثاني في المنطقه نتاعو، ثم ولا يلعب سهل الممتنع، تمرير الباس تمرير الباس وخاصه التحركات، ثم يلوج المساحات ويحاول يلعب في العمق. نمشيو توا للنجم الرياضي السياحلي، قلنا حاول انه يلعب بطريقه المرتدات وكان خطير وخطير برشا. افتكاك الكره من عند وائل بلاكحل تمريره في العمق تقريبا تاع وراء المدافعين، شوف دفاع نادي السفاقسي تمريره في العمق على عكس الشوط الاول. الشوط الاول لا كان النجم هو اللي مسيطر، لكن على الكونتر واستغل المساحات وكان قريب من تسجيل هدف، تمريره في العمق وراء المدافعين للاعب مازو اللي غير المنطقه نتاعو واللي لعب مقابله محترمه محترمه برشا، توزيعه كان ممكن يكون منها هدف للنجم الرياضي السياحلي. يوضح انه المدرب في مقابله ينجم يلعب بسيستم او باسلوب ثم يغيروا باسلوب اخر. الدخول نتاع النجم كان قوي برشا في 40 دقيقه وسجل صحيح، ولكن في الدوزيام تون غير استراتيجيته وكان ممكن ينتصر رغم انه النادي الرياضي السفاقسي يقدم مقابله من اروع واحسن وافضل ما يكون. نمشيو للقطه الثانيه اللي توري انه النجم الرياضي السفاقسي يلعب بالمرتدات، كره من منطقه النجم الرياضي السفاقسي تقريبا، كره في العمق سهله برشا، كره ورا المدافعين الاسعد الجزيري اللي بالسرعه نتاعو استكحل الوقت اللي مرر الكره في العمق وكان الاختيار الامثل، لكن كان عنده الحل على اليمين او حل اخر على اليسار باش ينجم يلعب. يعني الحلول في النجم من الكرات المرتده كان ممكن يستغلها النجم الرياضي السياحلي، واستغلال السرعه نتاع المهاجمين نتاعو وتقدم خاصه للملاعبيه نتاع النادي السفاقسي اللي حبوا يضغطوا وحبوا يسجلوا اهداف. نكملوا اللقطه، كانت فرصه كبيره ياسر للنجم الرياضي السياحلي تقريبا في اواخر المقابله، يوضح هذا اجمالا في خلاصه ان المقابله ارتقت بالمستوى الى درجه الحسن او في بعض الاحيان الى درجه الممتاز. فما فكر مدرب كرول، فما فكر كذلك مدرب الكبير، ويوريو كذلك انه الاطوال والسي اس اس في طريق صحيح بالشبان وباللعب اللي شفته اليوم. فقط سؤال سمير، سامحني وقت اللي يبدا في من الخطه نتاعو، يعني نجم السياحلي كان سجل هدف في الشوط الاول، شوف علاش تغيير الخطه وقت اللي تكون الخطه الاولانيه ناجحه؟ سؤال وجيه، سؤال وجيه. لعب تقريبا 40 دقيقه منذ الكبير بضغط عالي وقوي برشا، واحنا في تونس ما نجموش حتى في ما تنجمش تلعب 90 دقيقه ضغط عاليه في الملعب الكل، دونك اختار يلعب جزء من المقابله باش يفاجئ الصفاقس في الملعب نتاعو بدخول قوي وفي دقيقة 20 سجل هدف، وقت اللي راه انه بدنيا ما نجمش، وقت اللي راه انه نادي السفاقسي راه من اول مقابلة السفاقسي لعبت مليح، عدل النتيجة، فبالتالي اختار استراتيجية أخرى أنه يرجع للخلف ويحاول يفاجئ دفاع متقدم وكان ممكن منذ الكبير ينجح في اللقاء هذا. مساش ناخذ رأي سي زبير في النقطة هذه بالذات، يعني اللياقة البدنية 100% خلال 90 دقيقة حسب رأيك سي زبير، شنو يلزم يعمل لهنا؟ تقريبا الحل ماهوش 100% عند المدرب فقط لهنا. فما الانضباط نتاع الملاعب في الاسبوع نتاع التمارين، فما النوم، فما الماكله، فما عده عوامل يدخلوا في اللياقه البدنيه نتاع الملاعب في وسط الميدان، لكن التحضير زاد البدني في اسبوع كامل معناتها لا بريباراسيون فيزيك دو ماتش لازم تعمل على مرحلتين،
اللي تكون اول اسبوع في اخر اسبوع ينقصوا من الانتنسيتي دو لونترينمون. الملاعب يجب يكون حاضر، فما عده عوامل كما كنا نحكيو فيهم، معناتها لادابتاسيون فيزيك دو جوور، لا كونسونطراسيون، لا ريكوبيراسيون، لازم يكون الكل نظيف، ما يسهرش، ما يخرجش، ما يتعبش روحه، يلزمو يعني. ممكن الحكايه سي زبير، هذا هو ممكن الحكايه انه تطبق في البطوله التونسيه وقت الراو، يعني على الاقل 70 دقيقه، يعني ماهوش شويه، هم المحل 70 دقيقه. رينا عده لاعبين عندهم لياقه بدنيه قويه ياسر من اللي يبدا نحكي بنسبه مرتفعه، يعني عطاء على الاقل نسبه 70 80%، هذا هو اللي نقصده اكثر. لكن نشوف كي نشوفوا نلقاو الملاعب هذا مثالي سيريو وموظف في التمارين تاعو ما يصارش، فما برشا العد عوامل اللي سميتهم لكم يكونوا موجودين فيه. نعم، انا حبيت نقول ملاحظه الهدف نتاع الخنيسي بليك، شفنا ماتش الاهلي والترجي وشفت الفرصه اللي جات لاعب الاهلي، شفتوا الخنيسي لهنا، هي اللقطه كلها نتاع الهدف جميل، لقطه ذكيه برشا، كيفاش الاخر عمل هكا اللي اعطاها للاعب تاع الفريق الوطني فخر الدين اعطاها براسه. ولهنا سي زبير يعرف افون سونتر، وانا زاد كيف افون سونتر، كي تبدا 10 متر ولا 9 متر تو نا با بوزوان دو فورس، الخنيسي لا بلاسي لا با تاعو، بلاسيها بعيده على الجول، وتشوف معناتها شفت لاعب في الاهلي على مستوى عالي جابها الفوق، والخنيسي اللي هو سان برودوي نتاع الترجي الرياضي تاعنا تاع الترجي سان برودوي، عرف كيفاش يحط الكره نتاعو، دونك يتشجع اللاعب هذا للتشجيع. كيما عرفت انك توضح في نهايه المطاف. نعم، نتكلم على استحاله الضغط معناتها في كره القدم التونسيه وفي الفرق التونسيه وعند اللاعبين التوانسه هي فقط. ايضا احنا نعرفوا اللاعب التونسي عنده برشا غاشي تكنيك، الغاشي تكنيك هذايا يخلي معناتها الفريق ما ينجمش معناتها يضغط كل الوقت. في نفس السياق نتاع لوخيان، الضغط ما يلزموش لياقه بدنيه برك، ثقافه تكتيكيه، معنويات كبيره، نمشي معاك الاكثر من هك، كي يكون مقابله فيها فريقين متوازنين في القوه، من المستحيل في العالم مش في تونس، في العالم من المستحيل كي تلقى فريق قدامك في نفس المستوى نتاعك باش تضغط عليه 90 دقيقه، مستحيل. الا برشلونه قادر تعمل لك صعيب برشا، لكن خاطر برشلونه تكنيكمون قويين ياسر، تكنيكمون قويين برشا، لكن كي تلقى قدامها فريق في نفس المستوى نتاعها كيما ريال ولا البايرن ولا مانشستر ما تضغطش 90 دقيقه، صعيب برشا. ولو انه في المقابل تقريبا سمير معناتها سي لو بريسينغ دون مانيير جينيرال سي اون ادابتاسيون فيزيك، يلزمها مراحل نتاع تمارين كبيره خاطر فيها سينكرونيزاسيون كبيره، وقت اللي واحد يضغط الاخر يقدم فما ديكالاج، فما خدمه كبيره ياسر، دونك مش بالهواء. نعم، وبيلزمها بالاستمراريه وبطول المده. اللاعب باش يداوم 90 دقيقه هذا شيء صعب، ولكن الحكم